اهلا، حياك الله سعادة الرئيس، تشرفنا بزيارتك، يعطيك العافية. طبعا جناح المملكة العربية السعودية أول مرة يعني تشرفنا بالزيارة الكريمة والمشاركة بمعرض تراثنا. مشاركة هيئة التراث تمثلت في ثلاث حرف تقليدية من المملكة العربية السعودية. الحرفة الأولى هي حرفة القط العسيري، وهي أحد الحرف المسجلة في اليونسكو، حرفة لصناعة العقال، وحرفة البشت الحساوي، وجميعها حرف يدوية. طبعا جميع المنتجات هي منتجات من مبادرة بيت الحرفيين، وهو أحد مبادرات هيئة التراث. حياك الله. شكرين. عندنا سعادة الرئيس هدية بسيطة إذا تسمح لنا نقدمها لك. شكرا. شكرين. شكرا. شكرا. شكرين. هي تمثل الروشان الحجازي. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. الله يسلمك. حاضر بسرعة، حاضر. السلام عليكم. دولة الرئيس حقيقة احنا سعيدين بزيارتكم ومعالي الوزيرة. احنا حقيقة هي نعتبرها المشاركة الثانية في معرض تراثنا، واحنا سعيدين طبعا بتواجدنا، ودائما كنتم متواجدين مع شقانا في مصر. نجاحكم من نجاحنا. انا طبعا احمل تحيات دولة الامارات لشقيقة الكبرى مصر، ونتمنى ان شاء الله نكون نمثل التمثيل اللائق. حاولنا قدر الإمكان نغطي بالعدد البسيط كل التراث، خلنا أسميه التراث الأصيل، وفي نفس الوقت تمثيل التراث بالأسلوب التجاري. حقيقة عندنا مجموعة من المشاريع الصغيرة المتوسطة وصلوا إلى مراحل طيبة يعني بعد تبنيهم، وأعتقد التجارب هاي موجودة في معظم الدول العربية. وأنا حقيقة أشكر مصر مرة ثانية على يعني عمل أشياء مهمة جدا للقاء شقائنا العرب في جمهورية مصر العربية. شكرا. شكرين. مرحبا، احنا شركة أردنية من الأردن. الحمد لله هذا مشاركتنا الثانية بالمعرض. شركة ناتشورالي جلو هي مصنع بيصنع منتجات من أملاح وطين البحر الميت، معروف بالأردن أملاح وطين البحر الميت وفوائدها الكتير مفيدة. واحنا سعيدين نيجي على المعرض هذا ونتشرف بشوفتكم سيادتنا. تفضل، هاي هدية منا بسيطة. شكرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تشرف بزيارتكم لجناح دولة ليبيا. بصراحة وليبيا لنا الشرف في المشاركة في هذا العرس العربي. نمثل البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة المتوسطة وحاضناته مراكز الأعمال اللي تهتم بكثير من الصناعات التقليدية اللي هي تعتبر مشاريع المتناهية الصغر. نتشرف بزيارتكم سيادة رئيس الوزراء وسيادة الوزيرة على اتصال دائم، ونتمنى أن نلتقي في محافل ثانية. ونحن فخورين جدا بما لاحظناه وشفناه في هذا المهرجان العربي اللي كل سنة يزدهر ويتقدم. متشكرين جدا. هذه هدية بسيطة من العارضين يعني. متشكرين أوي. السلام عليكم. جمهورية السودان، احنا مشاركين ببرندة التراث. اول حاجة بحب اشكر تراثنا،
دي السنة الثالثة مشاركة، وإحنا سعيدين جدا للمنصة الثقافية والتاريخ يعني التاريخية دي إنه نحن نكون دائما موجودين. برندة التراث برندة بتضم مصممين ومصممات وحرفيين شالوا على عاتقهم إنهم هم لازم يطلعوا التراث السوداني بصورة عالمية، وزي ما أنتم شايفينها موجودة في المعرض هنا، وبنشكركم جزيل الشكر على وجودكم. وزيارة سيادة الرئيس لينا كانت زيارة موفقة، لأن كانت حافز لينا إن إحنا نتقدم ونتطور. وبنشكر محافظة القاهرة على الدعم اللي عملته لنا، وبنشكر جهاز تنمية المشروعات عملنا حاجات كتير، منها التسويق الإلكتروني، منها خلينا براند للفخار، عمل لنا قياسات الجودة للفخار، ودي أول مرة تحصل في تاريخ مصر إن يكون في مواصفات للجودة وكتالوج الكتروني واخد بساعتك. فبنشكر دعم الدوله لينا وللصناعات الحرفيه. وفي مدرسه محافظه القاهره طبعا بناء على توجيهات سياده الرئيس لما ظلنا كان في بروتوكول تعاون بين محافظه القاهره ووزاره التربيه والتعليم والجمعيه لتدريب ومؤسسه التعليم حياه لتدريب الطلبه في الثانوي الصناعي اللي هو التعليم المزدوج، وان شاء الله باذن الله نتمنى نكون سيادتك وسياده الرئيس يشرفونا في افتتاح. وشكرا لدعم السياده. شكرا يا فندم. صباح الخير يا فندم. احنا ده جناح المشروع الاسباني، ده اول تعاون بين جهاز تنميه المشروعات والوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنميه. بنهتم بحرفتين، الحرفة قائمة على مخلفات نخيل بثلاث محافظات أسوان والوادي الجديد والفيوم، والحرف القائمة على أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح. بنقدم لهم مجموعة من الخدمات الفنية، تدريب فني وكباسي بيلدينج للجمعيات اللي بتشتغل في التجمعات دي. وهيبقى فيه إن شاء الله خلق الإي ماركتيرز، شباب من جوه التجمعات دي يسوقوا للمنتجات بتاع التجمعات الحرفية. احنا عندنا خريطة ل 145 تجمع حرفي بنشتغل عليها بالتعاون مع الشركاء التنمية بشكل عام كل فترة. شكرا. بشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بمعرض تراثنا. أنا آية توفيق من شمال سيناء، بنت من بنات جمعية تنمية المرأة السنوية ببئر العبد. بشكر جهاز تنمية المشروعات وبشكر سيادة الوزيرة أستاذ نيفين. إحنا جمعية تنمية المرأة السنوية تعمل لنا تدريب من شهر على الجلد الطبيعي. الجلد الطبيعي ده أول مرة يدخل بئر العبد، محدش كان بيعرف يعمل الجلد الطبيعي ده. اتعمل لنا تدريب دربنا فيه على ان احنا نعمل الجلد الطبيعي وعليه تطريز، وتعلمنا ان احنا نعمل القص والباترون، ما حدش كان بيعرف يعمله، كان بنقص كده اللي هو من غير الباترون والجلد الطبيعي والتطريز. وبشكر حضرتك على المعرض. شكرا. اهلا وسهلا بحضرتك مع رئيس الوزراء. ده مشروع شي تريدز، هو مشروع عالمي من الاي تي سي انترناشونال تريد سنتر، وبيموله مركز اي تي اف سي، المؤسسه الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره. الحقيقه المشروع بيتم في مصر بشراكه مع وزاره التجاره والصناعه وجهاز تنميه المشروعات ووزاره التخطيط والمجلس القومي للمراه. استهدف 50 شركه مملوكة للسيدات بيشتغلوا في قطاع الحرف اليدوية، واشتغلنا معهم على مدار سنة ونص على تطوير قدراتهم على الاندماج في التجارة الدولية. الحقيقة التطور اللي حصل معهم ان هم من خلال خبراء ومصممين دوليين قدروا يشوفوا التغيرات الحالية في السوق العالمي خاصة بعد كورونا، وده انعكس على قدراتهم في ان هم مش بس يطوروا تصميماتهم، لكن بيطوروا التصميمات بطريقة تناسب السوق المحلي والسوق الدولي. والحقيقة كمان الحاجة المهمة ان حصل ترابط بينهم
كمجموعة من الشركات، فأصبح المجموعة دي تقدر تتحرك ككلاستر أو كمجموعة أو كونسورتيوم للتصدير، وهي دي الخطوة اللي جاية. اشتغلنا كمان ركزنا معهم على التسويق الإلكتروني، فعندنا إيه كتالوج موجود الكيو آر كود بتاعه، وكمان اشتغلنا معهم مع جهاز تنمية المشروعات ومع جهات أخرى على دمجهم مع جوميا ومع أمازون، والحقيقة بيطلعوا كمان لإدماجهم في منافذ التسويق الخاصة بوزارة السياحة. ف 50 سيدة بالظبط، والخمسين دول في أكتر من محافظة، القاهرة والإسكندرية والفيوم والجيزة. والحقيقة وراء الخمسين سيدة هم مش سيدات، هم شركات، وكل شركة رسمية وراها مجموعة كبيرة من السيدات والأسر بتشتغل، فحتى لو هم كشركات واجهة تجارية أو تصديرية وراهم كل مصر، بيشتغلوا مع النوبة وبيشتغلوا مع شمال سيناء وجنوب سيناء وطوروا التصميمات. ويمكن هنا دي يعني أحد المنتجات بتعبر عن المشروعات القومية الجديدة مدمجة مع رموز من الحضارة والثقافة المصرية. معالي الوزير، ادي المعالي الوزيرة في ايديها. معايا وزيرة في ايديها. جناح بنك القاهرة. بنك القاهرة عامل مبادرة للحرف اليدوية صديقة البيئة، مشارك معانا تقريبا معروضات ل 21 حضرتك. ما لا ما اظنش ان في حد موجود منهم. في حد من البنك هنا؟ في في العارضين حضرتك اللي هم تبع البنك. طب تعالي قولي، تعالي اتكلمي بقى، قولوا انتوا بتعملوا ايه. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا سيدي؟ احنا كنداكا. كنداكا بنعمل اب سايكل للحاجات، للازاز، لقصقيص القماش، لاكياس البلاستيك، مخلفات عامة. كل اللي شغال في المصنع سيدات، بندعم المرأة خصوصا ربة المنزل. المصنع مكاننا الأساسي في مدينة بدر عشان هي مدينة صناعية أكتر، فما فيش فرص عمل للسيدات هناك. إحنا بنخلق فرص العمل للسيدات ربات المنزل. لو واحدة بتقدر تعمل كروشيه مثلا أو حاجة، بندخلها مع قصايص القماش ونعمل شنط، كوسترات، حاجات كتير. الإزاز مثلا زي الأزايز السبرايت والكولا والحاجات دي، بنعمل منها برضو حاجات مختلفة، كوبايات، شموع، وكياس البلاستيك. الكياس البلاستيك بتاع السوق وكده، بنعمل منها برضو شنط أو حاجات نقدر نستخدمها احنا وفي نفس الوقت من غير ما نضر البيئة أو نأذيها.